بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ حسين عزام وحلقة جديدة من سلسلة حلقات تعليم خط الرقعة للمبتدئين. وحروف اليوم هي الهاء والواو والياء، حيث تكتب هذه الحروف مفردة بهذا الشكل. الهاء تكتب مثل رقم 5 بالعربي بهذا الشكل، ولاحظ الميلان باتجاه السطر، الهاء والتاء مربوطة طبعا. فلو جينا بدنا نكتب مثلا كلمة هل، ببداية الكلمة أو في بداية المقطع حرف الهاء يكتب بهذا الشكل، دال نسخ، زي كأني بدي أكتب دال نسخ، وقاف أو فاء في وسط الكلمة، وبكمل عادي بهذا الشكل. إذن الهاء في بداية الكلمة بتكون بهذا الشكل، لاحظ مائل باتجاه السطر. إذا كانت في وسط الكلمة زي كلمة بها مثلا، الباء احنا اتفقنا انه اي سن قبل الهاء يكتب بهذا الشكل. مثلا كلمة بها، لاحظ الهاء إذا بتيجي في وسط الكلمة وآخرها ألف بتكون بهذا الشكل، جزء منها تحت السطر وجزء منها فوق السطر، وهذه من الحروف النازلة تحت السطر. لكن إذا جاءت هذه الهاء في وسط الكلمة، إذا جاءت مع مقطع نهايته يرتكز على السطر، نصه تحت السطر نصه فوق السطر، زي الميم مثلا في كلمة فهم، لاحظ فهم بدأنا بحرف الفاء من الأعلى والهاء ما وصلت لتحت السطر، واستقر حرف الميم جزء منه فوق السطر والجزء الثاني تحت السطر، فهذه كلمة فهم. هذه كلمة فهم. الهاء في نهاية الكلمة دائما بتكون نهايتها مرتكزة على السطر، اللي هي الجزء السفلي منها يكون مرتكز على السطر وعمودي مع الجزء اللي قبله، والمقطع كله طبعا بيكون مائل باتجاه السطر. هذا بالنسبة لحرف الهاء. نشوف حرف الواو. حرف الواو المفردة بيكون بهذا الشكل، بداية حرف فاء أو قاف بهذا الشكل، ونهاية حرف را أو زاي مرتكز طبعا على السطر. إذن هذا هو حرف الواو المفردة. طبعا الواو مع جميع الحروف الأخرى بتكون مرتكزة على السطر، زي نكتب بس كلمة واحدة اللي هي أو حرف واحد هي هو، كلمة هو أو مقطع هو. لاحظ زي ما قلنا قبل شوي، هذا حرف الهاء وهذا حرف الواو مرتكز نهايته على السطر بهذا الشكل. إذن هذا بالنسبة لحرف الواو مفرد وفي نهاية المقطع. بالنسبة لحرف الياء، حرف الياء بيكون بهذا الشكل مفرد، نهاية مرتكزة على السطر وبكون مائل بهذا الشكل، حرف الياء أو الألف المقصورة. فاللام مع الياء مثلا، هذه لام مع ياء، لام ميم مع ياء، مثلا عين مع ياء، وفي وسط الكلمة طبعا أخذناه مع حرف الباء والتاء والثاء. فإلى هنا تنتهي حلقة اليوم، أرجو أن تنال إعجابكم وشكرا لكم.